طيب هنروح دلوقتي بورسعيد، هنشوف تحقيق خاص من مراسلنا مصطفى سطوحي كشف فيه ما يحدث من حالات تهريب وحالات ركود في سوق المنطقة الحرة وقرارات الإزالة لأكثر من 900 محل من محلات البالة. نتابع التقرير ونرجع نكمل البرنامج. صغيرة جميلة شابة ومتجددة، مدينة بورسعيد الباسلة حيث التاريخ العريق والحاضر الملتبس. ذهبنا لأشهر شوارعها المنطقة الحرة، محلات ممتلئة بالبضاعة لكنها تعاني من الركود، والسبب التهريب بحسب كلام أهلها. والله أسباب الركود اللي موجودة في بورسعيد تحديدا ترجع لعملية أن المنطقة الحرة بالنسبة لبورسعيد تم تهميشها بإجراءات وقوانين عقبية للعصور السابقة. طبعا زي ما أي حد في بورسعيد عارف وفي مصر كلها عارفة أن بورسعيد كان بيتم عقابها بالنسبة للمنطقة الحرة لسنة 2002 وكلام الأحداث والقرارات بتاعت النظام السابق اللي كانت بتتخذ ضد بورسعيد. ولكن طبعا لما قامت ثورة 25 يناير في التوقيت ده كان في انفلات أمني، وكانت عمليات التهريب كانت بتتم مش من خلال المدقات والمنافس فقط، كانت عمليات التهريب كمان كانت بتتم من خلال ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق التفريعة، والكلام ده ما كانش على قد بورسعيد بس، ده كان على قد مواني مصر كلها. بورسعيد كمنطقة حرة أي بضاعة تخش يستودوها التجار من أي حتة في العالم لازم تخش بورسعيد، وبعد كده حضرتك بيدفع عليها رسوم هنا وتطلع من بورسعيد بره البلد. إنما اللي الظاهر دلوقتي اللي قدامنا اللي إحنا شايفينه واضح قدامنا إن البضاعة أصلاً ما بتخشش بورسعيد أصلاً، فهو ده التهريب، فالتهريب من فوق مش من تحت. التهريب بدايته ظهرت من حيتان يقدروا يستولوا باحتكار على عدد من سلع المنطقة الحرة، ويبتدوا إن هم ياخدوها لنفسهم، ويبتدوا إن يبقى بالنسبة لهم المصلحة الأكبر بتهريبها مش الناس اللي بتشتغل في نفس السلع داخل محافظة بورسعيد. وبعدين هم بيجوا يعملوا شو إعلامي على عيلين صغيرين بيطلعوا الجمرك بيهرب بنطلونين وقميصين فيهم 100 جنيه، لما يروحوا يمسكوا الناس الكبيرة اللي بتطلع تهرب بالعربية ربع نقل ونص نقل بتخرج زي ما هي حاوية كاملة. ده أهم سلعة في محافظة بورسعيد مستقطبة للتهريب وهي سوق الملابس المستعملة، هنروح دلوقتي نشوف. جولة سريعة مع رانيا السادات نائبة بورسعيد على أرض الواقع. لما نيجي هنا بقى نشوف اهو على الطبيعة سوق الملابس المستعملة، ايه اللي هناك ده؟ ايه بقى اللي هناك ده؟ سور بحيرة المنزل. ده سور بحيرة المنزل. ده اللي بيتم من خلاله التهريب؟ كان بيتم من خلاله التهريب. ولكن احنا بنقول احنا بنفتح كده مجال للتهريب جديد. ان انا النهارده المحلات بينها وبين بحيرة المنزلة أمطار. من خلالها التهريب ازاي؟ عن طريق مراكب ولا عن طريق؟ عن طريق لانشات. عن طريق لانشات. قوارب سريعة. قوارب بقى سريعة، لانش عادي، أي مكان. المهم إن هي بتنزل البحيرة، مجرد ما نزلت البحيرة لها أي طريق. التهريب مشكلة كبيرة تعاني منها بورسعيد منذ مدة طويلة، تزايدت بعد ثورة يناير لكنها طفت على السطح مرة أخرى منذ أيام بعد فيديو الأطفال الشهير.